بالعودة إلى الملف الصيني وإلى التجارة بين العراق والصين، الخبير الاقتصادي الدكتور نجم الغزي انضم ضيفا إلى نشرتنا. مساء الخير دكتور. مساء الخير دكتور. مساء الخير، حياك الله. دكتور خلي نبلش من سعر الصرف، برأيك على ماذا تعتمد الحكومة في قناعاتها على أن رفع سعر صرف الدولار لم يؤثر على حياة المواطن العراقي والأسعار في الأسواق؟ تعتقد أن الأسباب الموجهة لخفض سعر الدولار انتهت؟ تفضل أستاذ. السلام عليكم. فيما يتعلق بموضوع صرف الدولار، أنا أعتقد برأيي الخاص أن هذا الموضوع يجب أن يبتعد عن فورية الخلافات السياسية والنزاعات السياسية، لأن كثير من السياسيين يستخدمون كثير من الاوراق في بعض الاحيان لاجل اغراض سياسيه ومكاسب اكثر من كونها قضايا تهم الاقتصاد العراقي. الموضوع يجب ان يترك للاقتصاديين واصحاب الخبره والبنك المركزي في كل العالم. البنوك المركزيه تتمتع بقدر كبير من الاستقلاليه وهي ان تصنع السياسه النقديه، اما ان يترك الموضوع لمهاترات ومناقشات ومساومات قبل اقرار الميزانيه فهذا امر غير مقبول. فيما يتعلق بموضوع رفع الاسعار في الاسواق، على اكيد يعني كل ما تخفض قيمه العمله فبالتالي يؤدي ذلك الى ارتفاع في اسعار المواد الغذائيه واسعار المواد، خاصه العراق بلد يستورد كثير من المنتجات وهذه المنتجات مقومه اصلا بالدولار. لذلك انا اعتقد انه الحكومه كان الاولى لها قبل ان تقوم بعمليه رفع سعر الدولار تتحسن بموضوع الاسواق العراقيه وخاصه فيما يتعلق بالسلع الرئيسيه بالبطاقه التموينيه، لان الحكومه اصلا وضع بطاقه تموينيه في شهر واحد قبل اصدار القرار ربما كانت الاثار اقل حده مما هو عليه في الوقت الحاضر خاصه في الاسواق حتى تستقر الاسواق، لكن للاسف نلاحظ ان القرارات في العراق هي قرارات مشتبهه وفي بعض الاحيان قرارات تجاريه، مع تقديرنا واحترامنا لاستقلاليه البنك المركزي وقراراته، لكن كان من الممكن ان يتم التنسيق مع الحكومه ووزاره التجاره لبحث تداعيات هذا الموضوع قبل انه يتخذ هذا القرار. طيب دكتور هذا جانب، خلينا نحكي بالجانب الثاني، بالنسبة لسياسة الحكومة بالوقت الحاضر في إقراض المواطنين بالمقابل أخذ فوائد عالية جدا من المواطن اللي راح ياخذ قرض للمشاريع الصغيرة أو بناء أو حتى شراء مسكن، برأيك دكتور كيف يمكن قراءة هذا الموضوع؟ وهل تعتقد أنه يجري بشكل مخطط له أو هو مجرد تخبطات بالقرارات وبالتالي عليه تداعيات سيئة؟ هذه مشكله كبيره جدا في السياسه النقديه والماليه للبنوك العراقيه، للاسف سعر الفائده في البنوك العراقيه بالنسبه للمنتجين سعر منخفض جدا لا يخف المواطنين على ايداع نقودهم، لكن الدوله عندما تحاول ان تقرض من المواطنين تقرضهم باسعار عاليه قد تصل الى 12%، رغم انه الفائده في كثير من الدول العالميه هي فائده فطريه خاصه في ظل هذه الازمه، البنوك من الممكن ان تساعد والاموال من الممكن تدويرها في الشارع من خلال قروض ميسره للمواطنين، ولكنه ترضي الدوله عمليه استرجاع. على الاسف السياسه النقديه السياسه والماليه متخبطه جدا وبشكل كبير خاصه في موضوع القروض، تاخذ الدوله اموال وفوائد كبيره جدا على هذه القروض وهذا يؤدي الى حدوث نوع من الانكماش ولا يشجع المشاريع الصغيره والمتوسطه على العمل، لان الذي ياخذ قرض بفائده 12% ماذا يتوقع ان يحقق ربح سنوي؟ والقضيه الاخرى انه هذه الفوائد فوائد تراكميه على عكس العالم، انه كل الفوائد هذه يمكن ان تتخلص من راس المال اذا تم دفع جزء من راس المال سنويا. للاسف هذا الموضوع بحاجه الى اعاده وبحاجه الى نوع من المرونه والتيسير الفني حتى تستطيع المصارف العراقيه ان تكون عامل مساهم في عمليه التنميه. زين، خلينا شويه نتحدث عن الملف الصيني بالاحرى بشكل عام. اليوم كان اكو قرار بإعادة الرحلات الى الصين، مبدئيا راح تكون رحلة واحدة بالاسبوع وبالتالي قريبا ان شاء الله راح تكون هناك رحلات للشحن الجوي وكل هاي التفصيلات بعد انقطاع طبعا اكثر من عام سبب جائحة كورونا حضرتك تعرف. برايك ان القطاع العراقي اليوم القطاع العراقي الخاص ده يعتمد بشكل كامل على السوق الصينية، زين كيف تقرؤون العلاقة الاقتصادية بالوقت الحاضر بين العراق والصين؟ طبعا الصين هي المورد بكثير من السلع والخدمات ليس للسوق العراقيه وانما للاسواق العالميه يعني في رخص البضاعه الصينيه، لكن انا اعتقد ان موضوع العلاقه ايضا مع الصين شغل الراي العام بقضايا كثيره جدا هي قضايا الاتفاق قويه الاتفاقيه العراقيه الصينيه، لكن عوده الطيران الان الى الصين ربما هناك تصميمات من قبل الحكومه الصينيه لانه من الممكن بدانا مرحله جديده من السيطره على الوباء، وانا اعتقد هذا عامل ايجابي لوجود رحلات ما بين العراق والصين، لان الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كبير جدا بالاقتصاد الصيني، لانه السلع والخدمات الصينيه في العراق اصبحت لها سوق رائجه، اضافه الى ذلك
اللي هو حجم ونوعية التبادل وسهولة وصول الإمدادات من البضاعة الصينية إلى العراق، رغم أنه هناك منافسين بالبضاعة الصينية خاصة من جوار الجورات إلى العراق من تركيا وإيران وكذلك دول الخليج العربي. الدكتور نجم الغزي خبيرا اقتصاديا، شكرا جزيلا لحضرتك، أتمنى لك أمسية سعيدة.